عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا تالتة اعدادي؟ النهاردة هنكمل بقية التستس اللي بدأناها. هناخد تيست 5 بيج نمبر 21. هناخد الديالوج بتوين احمد اند سامي. احمد قال ايه؟ هوز بايك از ذات؟ هوز بايك از ذات بتاع مين العجلة دي؟ اكيد هو هيقول ان العجلة دي بتاعتي. ماي فاذر، بابايا، هيسأله هيقول له مين اللي اشتراها لك. Why did your father buy you a bike؟ ليه باباك اشترى لك العجلة؟ Because I passed my exams، لأني نجحت في الامتحانات بتاعتي. What a beautiful bike، ايه العجلة الجميلة الحلوة دي؟ طبعا هيشكره، هيقول له ايه؟ هيقول له thank you، thank you very much. يبقى الديالوج هيبقى ماشي معانا ازاي يا سنة تالتة؟ هيبقى ماشي معانا ازاي؟ اوكي، اول حاجه it is mine. it is mine يعني ملكي، او ممكن اقول it's my bike. عايزه اقول العجله دي بتاعتي، هقول it's my bike. هقول له مين اللي اشتريها لك؟ who bought it for you. who bought it for you، مين اللي اشتريها لك؟ طبعا هتشكره لان هو بيقول لك عجله جميله، هتقول له thank you. thank you يعني شكرا. thank you يعني ايه؟ يعني شكرا. السؤال اللي بعد كده بيتكلم على situations، المواقف، وهنجاوب على التو situations اللي موجودين معانا. السؤال بيقول لك ايه؟ you are asked about your dream job. حد بيسألك عن الوظيفة اللي بتحلم بيها، عايز تشتغل ايه في المستقبل. خلي بالك من السؤال ده، هو لو قال لك اسأل حد يبقى انت هتقول له what is your dream job. لو هو بيقول لك اسأل حد عن الوظيفة بتاعته هتقول له what is your dream job. what is your dream job. لكن السؤال اللي عندنا هنا في الصفحة دي احنا اللي هنقول له ايه؟ My dream job is to be a doctor. My dream job is to be an engineer. My dream job is to be a pilot. أي وظيفة أنت بتحلم بيها هتقولها. السؤال اللي بعد كده بيقول لك إيه؟ بيقول لك ask your friend about the use of satellites. اسأل واحد صاحبك إيه استخدام الساتلايت. قلنا الساتلايت معناها الأقمار الصناعية. يبقى أنت هتقول له إيه؟ هتقول له what is the use of، أو what is the role of satellites. use of يعني استخدام، و role of برضو معناها ايه؟ دور، أو ايه وظيفة الساتلايتس في حياتنا. يبقى what is the use of the role of satellites، أو what is the use of satellites. هنبدأ ناخد أسئلة اللي تشوز معانا، وبنقرا اللي تشوز كويس علشان ما نحطش سيركل على حاجه تبقى ايه، تبقى غلط ونرجع نشخبط تاني ونبوظ طبعا شكل الايه، شكل الاجابات بتاعتنا. اوكي، in the future people like you or me will be able to go into space. in the future يبقى هنا بيتكلم على المستقبل. people like you or me will be able to go into space، يعني الناس بتحلم ان احنا نغزو الفضاء. number 2، habitats are always cold and are often covered by ice. في بيئات بتبقى باردة جدا ومغطاة بالثلوج. طبعا ده البولر، البولر اللي هو ايه؟ البيئة القطبية. سيوة is a very famous in Egypt. سيوة is a very famous oasis. واحة، oasis واحة. number 4، squash isn't played. طبعا دي مبنية للمجهول، isn't played مبنية للمجهول. السكواش ما بيتلعبش بواسطة كثير من التلاميذ. the word means the remains of animals and plants that lived in the past. بقايا وآثار للحيوانات والنباتات التي كانت تعيش في الماضي. طبعا ده تعريف ايه؟
تعريف الفصائل. فصائل معناها الحفريات، يعني حاجات ماتت واندثرت من آلاف السنين. فصائل. السؤال اللي بعد كده هيبقى سؤال الباسج، القطع. هيبقى سؤال ايه؟ القطع. هنركز مع بعض في القطع واحنا بنقراها علشان نعرف نحل الأسئلة سنة تالتة. اوكي. عادل put an envelope in his pocket، يعني عادل كان حاطط ظرف كده في جيبه. and got on a bus، وركب باص يعني اتوبيس. he met an old friend، قابل صديق قديم كده في الاتوبيس. and talked to him، وقعد يتكلم معاه. now and then when he was talking to his friend، واثناء ما كان بيتكلم مع صديقه. he put his hand on his pocket to make sure that the envelope was still there. كل شوية يحط ايده على جيبه ويطمن على الظرف اللي فين، اللي في جيبه كل شوية. but suddenly، ولكن فجأة ايه اللي حصل؟ he felt it had gone، حس ان هو خلاص ضاع منه. he looked at the faces، قاعد يبص في الوجوه كده around him. but he couldn't know who was the thief، بس معرفش مين الحرامي. قاعد يبص في وشوش اللي حواليه، بس طبعا مش عارف، مش قادر يحدد مين الحرامي. he said to his friend، قاعد يقول لصاحبه كده. a foolish thief has stolen from my pocket an envelope، في حرامي غبي سرق من الجيب بتاعي ظرف. which is full of photographs of my sister's wedding، والظرف ده كان فيه صور لحفل زفاف اختي. I think he thought it was full of money، اعتقد ان هو افتكر ان الظرف ده فيه فلوس. عادل looked down and saw his envelope under the feet of the passengers، لحظة كده عادل بص تحت رجلين الركاب، لقى الظرف بتاعه واقع تحت رجليهم. he picked it up quickly، رفعه بسرعة خده. and got off the bus the next stop، وأول محطة قابلته نزل فيها على طول. إيه بقى السبب؟ to count the money، علشان يعد الفلوس بتاعته. he was very happy when he found all the 600 pounds still in the envelope، وطبعا نزل عشان يطمن على الفلوس بتاعته اللي كانت موجودة في الظرف. هو كان حاطط 600 جنيه في الظرف، هو لقاهم الحمد لله. السؤال الأولاني، why did عادل get off the bus the next stop، ليه نزل المحطة اللي جت على طول؟ to count the money، to count the money. why do you think the thief number two، what was inside the envelope، ايه اللي كان جوه الظرف؟ اللي كان جوه الظرف 600 pounds. why do you think the thief threw the envelope on the bus floor، ليه تعتقد ان الحرامي رمى الظرف في أرضية الأتوبيس؟ because it was full of photographs instead of money، لان هو فهم من كلام عادل لما كان بيتكلم مع صاحبه ان الظرف فيه صور ما فيهوش فلوس، عشان كده رماه. the underlined word him، كلمة him refers to، عايدة على مين؟ طبعا عايدة على عادل. the word foolish means، كلمة foolish معناها ايه؟ معناها not sensible or wise. not sensible or wise يعني لا هو حكيم ولا هو عنده عقل خالص. foolish معناها غبي. foolish معناها ايه؟ معناها not sensible or wise. not sensible or wise. بيقولي write a paragraph، اكتب paragraph of six sentences، عن ست جمل كده. الجمل دي بتتكلم على ايه؟ the importance of being of building new cities. the importance of building new cities، أهمية بناء المدن الجديدة.
أهمية بناء المدن الجديدة. New cities يعني المدن الجديدة. Egypt is a big country. Egypt is a big country. يعني مصر دولة كبيرة. Egypt is a big country. Okay. But also it has a lot of population. بس برضو هي عندها ايه؟ كثافة سكانية عالية جدا. The country tries to, والدولة بتحاول تعمل ايه؟ To build new cities. ان هي تبني مدن جديدة. ليه بتبني مدن جديدة؟ To overcome the increasing of population. عشان تتغلب على الكثافة الايه؟ على الكثافة السكانية. There are many new cities are built. There are many new cities are built. يعني في مدن كتير جدا بتتبني. في مدن كتيرة جدا بتتبني. طبعا عشان ايه؟ عشان نتغلب على الكثافة الايه؟ السكانية. هقوله تاني. Egypt is a big country. Egypt is a big country. But also it has a lot of population. So the country tries to build new cities to overcome the increasing of population. There are many new cities are built. هنبدأ ندخل على التست اللي بعده. هنبدأ ندخل على التست اللي بعده. Test number six. وطبعا بيبدأ برضو بإيه؟ بالديالوج. بيبدأ بالديالوج. Complete the following dialogue between Manal and Nadia. Manal and Nadia. Manal is inviting her friend Nadia for a journey with her school. منال بتقول لي ناديا تعالي معايا رحلة المدرسة. منال: هاي ناديا، I'm going to Aswan next Friday with my school. أنا رايحة أسوان الجمعة الجاية مع المدرسة بتاعتي. ناديا قلت لها: Really? Aswan is a very beautiful city. أسوان دي مدينة جميلة. فهي هتقول لها تعالي معايا. ناديا هتقول لها: I am sorry. I will be in Alexandria on Friday. أنا لازم أكون يوم الجمعة فين؟ في اسكندرية. When will you come back? طب انت هترجعي امتى؟ هترجعي امتى؟ نادية قالت لها مثلا بعد اسبوع، بعد اسبوعين. منال هتقول لها ايه؟ سؤال. I will go with my father and my brother. انا هروح مع اخويا ومع بابايا. يبقى هي هتقول لها انت هتروحي مع مين؟ هتقول لها انت هتروحي مع مين؟ يبقى الدايلوج هيمشي ازاي؟ هيمشي: Would you like to come? تيجي معانا. Would you like to come? وبعدين هتقول لها تقعدي قد ايه؟ هتقول لها after a week، بعد اسبوع. هتروحي مع مين؟ Who will you go with؟ هتروحي مع مين؟ Who will you go with؟ هنتكلم على situations. Write what you would say in the following situations. A friend asks you about your visit to the Red Sea coast. في واحد صاحبك بيسأل عن زيارتك لساحل البحر الأحمر. يعني هيقول لك الزيارة بتاعتك كانت أخبارها إيه؟ الموقف اللي بعد كده: Your uncle wants to know how he can get to the nearest hospital. عمك بيسألك إزاي يروح أقرب مستشفى. الموقف الأولاني هنجاوبه إزاي؟ هنقول له: How was your visit to the Red Sea coast? How was your visit to the Red Sea coast? كيف كانت زيارتك إلى البحر الأحمر؟
يعني رحلتك كانت عاملة ايه. لما عمك يسألك على مكان أقرب مستشفى هيقولك ايه؟ How can I get to the nearest hospital؟ How can I get to يعني كيف أصل إلى. How can I get to the nearest hospital؟ ممكن أقوله Can you tell me how can I get to the nearest hospital؟ هنبدأ ناخد أسئلة اللي choose. Today النهاردة I am going to give a speech. Give a speech معناها إيه؟ يعطي كلمة. When you touch the car controls, you want to the car. لما تلمس الكار كنترولز يبقى أنت كده هتسوق الكار، هتسوق العربية. يعني إيه يقود السيارة؟ يعني drive the car. Drive the car. Number three. There is a force which attracts things or people to the center of the earth. الحاجات أو إيه الحاجة اللي بتشد الأشخاص وبتجذب الأشياء للأرض هي طبعا الجرافيتي الجاذبية. جرافيتي يعني الجاذبية الأرضية. A list of the new seven wonders. في لستة اتعملت بعجائب الدنيا السبع. اتعملت حتى كمان هو جايب لي 2007 دي سنة ماضية. يبقى انا كده بتكلم في الباست سيمبل، يبقى انا اقول was made. was made يعني صنعت او اتعملت، حد عملها. Number five. I didn't go to the museum. انا ما روحتش المتحف until I had done my homework. لحد ما خلصت الواجب. يدوب انا خلصت الواجب وروحت، يبقى had done. طبعا until ليها قاعدة، until بيجي معاها ماضي بسيط منفي اللي هو didn't go، وبعد كده ماضي تام اللي هو had وتصريف تالت. had plus past participle. طبعا هناخد الباسج القطعة ونقرأ القطعة كويس عشان نقدر نحل الأسئلة برضو بطريقة سهلة. في ولاد تلاقيهم حلوا الأسئلة من غير ما يقروا، طبعا ده كده غلط. We were having lunch. احنا كنا بنتغدى. The food smelled good. الأكل كان ريحته جميلة. And tasted fantastic. وكان طعمه رائع. There were also sweets to eat in the end. كان في حلويات بقى نحل بيها. My 4-year-old sister was sitting next to mom. أختي اللي عندها 4 سنين كانت قاعدة جنب ماما. Mom wanted to help her but she wanted to depend on herself. ماما عايزة تساعدها بس أختي هي عايزة تعتمد على إيه؟ على نفسها. Suddenly فجأة a small cat came into the room. في قطة صغيرة دخلت الحجرة. We didn't know it came in. وإحنا مش عارفين إن هي دخلت. It jumped up into the table near my sister. نطت على الترابيزة جنب أختي كده. Who was frightened and dropped the jug of water. أختي طبعا اتخضت ووقعت شفشق المية اللي في إيديها. The jug broke. الشفشق اتكسر. And the water ran and wet our clothes. والمية طبعا وقعت وغرقت هدومنا. But the cat didn't care. لكن القطة برضو ولا همها. It strangely took part in the meal. وطبعا قعدت تاكل من الأكل اللي أختي كانت بتاكله. Mom stood up and gave it some food to eat. وماما قامت تديها أكل. Then وبعد كده the cat went away. القطة خرجت. And we put our things right. وبعدين زبطنا الحاجات اللي بهتلتها تاني. Number one. What does the passage talk about? القطة دي بتتكلم على ايه؟ It talks about a small cat. يعني كل الحوار عن القطة اللي بهدلت والقطة اللي عملت، يبقى الحوار كله على القطة. It talks about a small cat. What was the meal like? What was the meal like? الوجبة دي كانت عاملة ازاي؟ تبدو ايه يعني؟ طبعا it smelled good and tasted fantastic. كان طعمها جميل وريحتها حلو. Where did
the little girl sat. هي البنت الصغيرة كانت قاعدة فين؟ البنت الصغيرة كانت قاعدة in the room، في الغرفة. beside my mom، جنب أمي كده بالظبط. فين choose herself؟ دي عايدة على مين؟ طبعا عايدة على little sister، عايدة على الأخت الصغيرة. the writer's sister was، أخت الكاتب كان عندها كام سنة؟ 4. كان عندها كام سنة؟ 4 سنين. هنا بيتكلم على a natural wonder in Egypt، يعني منظر طبيعي في مصر أو حاجة طبيعية تعتبر من عجائب الدنيا. يعني في حاجات كتير عندنا في مصر، عندنا محمية رأس محمد، عندنا جبل علبة، عندنا الصحراء البيضاء، عندنا جبل سانت كاترين، عندنا حاجات جميلة جدا في مصر. لو انت حابب تتكلم على حاجة معينة ماشي، عايز تجمعهم كلهم في باراجراف واحد ماشي، زي ما ربنا يقدرك. يعني A natural wonder in Egypt. A natural wonder in Egypt يعني عجائب طبيعية في مصر. جبل علبة surrounded only by green fields. جبل علبة ده حواليه يعني حقول خضراء وأشجار خضراء ونباتات خضراء. It is a national park. هو يعتبر ايه؟ national park يعني حديقة عامة كده. فين مكانها؟ in the south east of Egypt، في جنوب شرق مصر. in the south east of Egypt there is also the white desert، وفي كمان الصحراء البيضاء. there was white desert national park. we should protect our natural wonders. we should يعني ينبغي أن. we should protect our natural wonders. natural wonders. we should protect our natural wonders. هناخد التست اللي بعد كده يا سنة تالتة. تست 7. تست 7 وبعدين هنقرا اول حاجه الدايلوج بين تامر اند عمر. تامر اند عمر، اوكي. تامر اند عمر ار توكينج اباوت ريدنج، بيتكلموا على القرايه. وير ار يو جوينج عمر، انت رايح فين يا عمر؟ اكيد هيقول له رايح المكتبه. هيسأله ليه؟ انت بتحب القراية؟ قال له ايوة انا بحب القراية. ايه نوعية الكتب اللي انت بتقراها؟ قال له science and historical books، يعني بحب الكتب العلمية والكتب الايه؟ التاريخية. يبقى لما بيقول له انت رايح فين، هو هيقول له ايه؟ I am going to the library. هيقول له do you like reading، بتحب القراية؟ what kinds of books do you like. what kinds of books do you like، ايه نوعية الكتب اللي انت بتحبها؟ what kinds of books do you like. situations اللي موجودة. you want to know your brother's dream، نفس اللي احنا لسه حلينه قبل كده. عايز تعرف ايه الوظيفة اللي اخوك بيحلم بيها، عايز يطلع ايه في المستقبل. يبقى هتقوله what's your dream job. your friend thinks that burning rainforests is bad for the environment. you agree. في حد من اصحابك بيعتقد ان حرق الغابات بيبقى مضر جدا للبيئة وانت بتتفق معاه، هتقوله Yes, I agree with you. أيوة أنا متفق معاك على النقطة دي، إن الغابات بتعمل تلوث للإيه؟ للبيئة. يبقى الموقف الأولاني الأنسر بتاعته إيه؟ What is your dream job؟ والسؤال التاني Yes, I agree with you. لما تكون متفق مع حد تقول له إيه؟ I agree with you.
هتبقى مختلف معاه، هتقول له ايه؟ I disagree with you. I disagree with you. Siwa is a very famous in Egypt. Siwa is a very famous oasis in Egypt. كلمة oasis بتتكرر كتير. واحة. Siwa دي واحة. The moon orbits the earth once every 27 days. يعني القمر بيلف حوالين الأرض كل 27 يوم. Orbits. A skill means the ability to do something well. القدرة على ان انت تعمل حاجة بمهارة يبقى دي كده skill. Hand told me that. طبعا told me الفيرب اللي هيجي معاها في نفس الجملة لازم يبقى في الباست. Would travel. ده direct to indirect speech. عمر would pass the test. عمر هينجح في الامتحان. If he studied harder. لو هو كان بيذاكر اكتر من كده. خدت studied علشان انا عندي هنا would pass. السؤال اللي بعد كده هناخد القطعة. هناخد ايه القطعة؟ هنقرا مع بعض القطعة برضو كويس. ركز معايا سنة ثالثة. Some people say that horses can be good friends. في ناس بتقول ان الحصانة ممكن تكون اصدقاء جيدة جيدين if they are treated well. لو احنا عملناها كويس. Horses are beautiful animals. الحصانة دي حيوانات جميلة. Which you can run fast. ممكن تجري بسرعة. For long distances. لمسافات طويلة. People like watching them. الناس بتحب تتفرج عليهم because they are strong and powerful. لان طبعا الحصان بيبقى قوي وعنده طاقة. They have long legs. وعندهم ارجل طويلة. And big eyes. وعينين كبيرة. That they can see almost all the way around them. بيشوفوا كويس حواليهم لان عينيهم كبيرة وواسعة. We can know how old a horse. ازاي نعرف عمر الحصان؟ بنعرف عمر الحصان لو بصينا على سنانه. Horses can live up to 20 to 25 years. الحصان بيعيش من 20 لـ25 سنة. And generally sleep standing up. وعامة هو بينام هو واقف. Horses don't need much sleep. الحصان ما بتنامش كتير. They only sleep about 3 or 5 hours a day. بتنام من 3 لـ4 ساعات بس. They like eating corn. بيحبوا يأكلوا الذرة. Grass. Hay. القش. And something. And sometimes apples and carrots. وممكن كمان تفاح أو جزر. Number one. What is the best title of the passage? What is the best title for the passage? ايه التايتل يعني العنوان؟ ايه العنوان المناسب بقى للقطعة دي؟ Horses are good friends. Horses are beautiful animals. Horses are strong and powerful animals. في حاجات كتير ممكن تتكتب. How long can horses live؟ بيعيشوا قد ايه؟ Up to 20 to 25. حوالي من 20 لـ25 سنة. Why do people like to make friends with horses؟ ليه الناس بتحب تكون صداقات مع الحصانة؟ Because they are useful for people. لأن هم مفيدين جدا للإنسان. They are strong and powerful. Horses big eyes. العينين الكبيرة للحصانة بتخليهم ايه بقى؟ Sleep standing up. بتخليهم ينام وهم واقفين. Horses big eyes help them eat. ما في إجابة صح. مش حكاية إن عينيهم تساعدهم إن هم يناموا موقفين. لا طبعا. الأنسر بتاعتي إن هم to see well علشان يشوفوا كويس. يشوفوا كل حاجة حواليهم. يبقى الأنسر بتاعتي to see well. Number five. Horses have long legs and strong eyes. وعندهم عينين ايه؟ قوية.
long legs and strong eyes. الباراجراف بتاعنا بيقول ايه؟ How to keep our air clean. ازاي نحافظ على الهواء بتاعنا يكون نظيف. How to keep our air clean. Air معناها الهواء. How to keep our air clean. We should keep our environment. لازم أولا نحافظ على البيئة كلها. Air, water and soil. Air, water and soil. How to keep it clean. طب ازاي نحافظ عليها نظيفة بقى؟ How to keep it clean. We shouldn't use old cars and buses. ما ينفعش نستخدم العربيات القديمة والأوتوبيسات القديمة اللي بتطلع عوادم في الجو. المفروض نستخدم الالكتريك كارز، العربيات الكهربائية اللي ما بتلوث البيئة. We shouldn't use old cars and buses. We should walk or ride bikes. ممكن نتمشى أو ride bikes، نركب دراجات علشان نقلل من التلوث. We shouldn't burn rubbish. وكمان ما نرميش بقى الزبالة ونحرقها. We shouldn't burn rubbish and recycle it. And recycle it يعني ايه؟ يعني نعيد استخدام الايه؟ الحاجة تاني. ان شاء الله هنكمل بقية التستس في فيديو جاي، وياريت نعمل لايك وشير وسبسكرايب للاستفاد من الفيديو.